أهلا ومرحبا بكم من جديد، سعداء جدا بالتواصل برفقتكم في صباح الشروق. عدد من المحطات المختلفة ما زالت في الانتظار، والفقرة اللي فاتت كانت رزاق، ونحن بنحاول في هذا الصباح نعكس مدى التفاؤل الموجود داخل الناس انطلاقا من فريق العمل ومرورا بمشهد الناس في الشوارع، العاملين في كل الأماكن المختلفة، وصولا إلى بث الأمل في نفوسكم. نستقي من كل شيء من حولنا في هذه الحياة، هناك الكثير من الأشياء اللي ما عندها ثمن، هناك حاجات كثيرة جدا ما بنقدر نقدم لها ثمن، لأنه الثمن الممكن يقدم حيكون أقل من المعنى الحقيقي للمادة المقدمة. عشان كده في حاجات كل ما نظرت لها وتأملت فيها بعمق بتعرف لياته درجة أنت الحاجة دي بالنسبة لك نعمة، ولياته درجة أنت محتاج تقدر ما تملك من نعم. و يعني واحدة من الحاجات المهمة والضرورية المفروض نقيف عليها كل يوم، ماذا نملك وماذا نحتاج، يعني احنا عندنا شنو ومحتاجين شنو. نؤمن بقيمة العمل الجماعي لترقية الأوطان، نؤمن بقيمة المجهود الفردي في رفع الذات، يعني الزول عشان يمشي ويتقدم يعرف انه هو المسؤول نمرة واحد عن نفسه، وهو المسؤول الأول عن تقدمه وعن رقيه. وفيما يلي موضوع انه الإنسان لازم يكون عنده دور وعطاء في المجتمع، انظروا حولكم فبتلقوا كل شيء يدعو للعمل. تلقوا تأملوا في النمل في سعيها اليومي، تأملوا في همة النحل في بناء منازلها وفي بناء أوطانها. فخلونا ناخذ القيم والمعاني من الأشياء من حولنا ونمشي بها مباشرة، لأنه نسقطها على أنفسنا. يقول إيليا أبو ماضي: من ذا يكافئ زهرة فواحة، أو من ذا يثيب البلبل المترنمة؟ لو لم تفح هذه وذلك ما شدا عاشت مذممة وعاش مذممة. فمن انطلاقا من المعاني والقيم الإنسانية الداخلية لكل فرد ولكل شخص، المفروض نحن نعرف أنه على أي إنسان أن يكون عنده دور في المجتمع وأن يقدم الجميل، حتى ولو لم يكن هذا الجميل عنده عائد على الفرد بصورة شخصية، وإنما يمكن أن يكون مفيدا بالنسبة لشخص آخر. خلونا برضو نأخذ مساحات كبيرة جدا للأمل، نأخذ مساحات للتفاؤل، مساحات لأنه نزرع الخير جوانا، ونزرع للناس التاني بيقولوا ازرع جميلا ولو في غير موضعه لن يضيع جميلا أينما زرع. يوف العيال من مدة داير حجر، والله على الزمن الحجر الماضي بالصبر يتكري. صبري عارف الوجع في جوف شديد، عارفك كمان ما تبدا بدا تبدا بدا تبدا بدا. سرحت في هموم العيال كفيني عملوا مع الدروس، في حق الفطور باقي الأمور بالقروش. يا يوم ما سفور عيال، يا أهل الزمان سنين زمان، يا يوم ما لا
الله ياسين 150 150 يا زلوزين فارق ربوع عمزين دكتوري سرقو الله ياسين 150 الله ياسين الله ياسين
عز الخليل التي خاطبها في كل أغنياته، عز التي تغنى لها الخليل.